الزكاه على التجاره في العملات الرقميه وما ينتج عنها من اصدار عدد جديد من عملات رقميه سعرها متغير، السعر يوم الزكاه. يعني يوم الزكاه حولها الى العمله المتداوله بين الناس، الدولار او الجنيه او العمله المحليه، واخذ زكاتها. العبرة بقيمتها يوم إخراج الزكاة، بارك الله فيك، ما دام الأصل قد بلغ نصابا وحال عليه الحول. بالمناسبة المال المستفاد في عروض التجارة حوله حول أصله، وهو التاجر بيعمل صفقات على مدار العام. هل بيعمل لكل صفقة حول مستقل سنة مستقلة؟ لا، إذا بدأ العام بنصاب آخر السنة يشوف معاك كام ويزكيك كله مرة واحدة، حتى وإن كان بعض هذه الصفقات مر عليها أسبوع واحد أو شهر أو أسبوعين أو ثلاثة. المال المستفاد أثناء الحول حوله حول أصله ما دام نماء لهذا الأصل، نتيجة استثمار للأصل أو متولدا عنه. يعني أنا كان عندي 40، كان لدي 40 من الغنم، بارك الله مرت السنة بقوا 400، أنا بزكي عن 400، وبعض الغنمات دول ما مرش عليهم شهر صح، وبعضهم اتولدوا امبارح والأسبوع اللي فات والشهر اللي فات. كان عمر يقول اعتد عليهم حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها منهم في الزكاة. فالمال المستفاد أثناء الحول حوله حول أصله إذا بلغ الأصل نصابا ما دام هذا المال المستفاد نماء للماء الأصلي أو متولدا عنه. أما إذا كان مال منفصل ملوش علاقة يبقى ممكن نعمل له حول مستقل. أنا تاجر بس جاني مال ميراث، لا علاقة للميراث بشغلي البزنس اللي أنا بشتغل فيه، أقدر أعمل لهذا الميراث حول مستقل، لأن ما فيش كونكت، ما فيش علاقة، ما فيش رابطة بين المال الأصلي وبين هذا المال الجديد الذي استفدته أثناء الحول، بارك الله فيكم. ابني بياخد إبرتين في ذراعي كل أسبوع لمعالجة الحساسية من 6 أشهر.